كتاب الرياضيات للصف الأول، الجزء الأول، الوحدة الرابعة، الدرس الثالث. أنصاف أعداد من الأشياء. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الوحدة الرابعة، الدرس الثالث، أنصاف أعداد من الأشياء. المصطلحات الرئيسة: نصف، أنصاف، مشاركة، تقسيم، متساو. أجد أنصاف أعداد صغيرة من الأشياء. أستكشف. اتسع كل كيس لنصف عدد الشمام المبين الذي عدده 6، وهذا يعني 3 في كل كيس. لدينا رسمة لست حبات من الشمام وكيسان ورقيان. أتعلم لتنصيف أي كمية يتم مشاركتها بالتساوي بين 2. لدينا 8 قطع من الحلوى، تم تقسيمها إلى جزئين، في كل جزء 4 قطع، نصف 8 هو 4. انتهينا من قراءة الدرس في كتاب الطالب صفحة 36، سننتقل إلى كتاب التمارين صفحة 31. التحدي الأول: أغطي نصف النقاط وأعد الباقي لإيجاد نصف عددها. ألف: لدينا قطعة من الدومينو عليها 8 نقاط، سوف نغطي ونعد كم عدد النقاط. نصف 8 4، ب: لدينا قطعة دومينو مقسمة إلى جزئين، في كل جزء 6 نقاط، فإذا غطينا الجزء وعدينا الجزء الأول 6، 6 و6 12، نصف 12 6. الشكل جيم، نغطي النصف، يتبقى لدي 3 نقاط ظاهرة، فنصف هذا 3، ما العدد الذي نصفه 3؟ 6. التحدي الثاني: أشطب نصف عدد الصور لحل المسألتين الآتيتين. ألف: لدى سامي 6 نجمات، أعطى نصفها لأخيه، فكم بقي معه؟ لدينا رسمة لست نجمات، إذا شطبنا نصفها كم يتبقى؟ الجواب 3. ب: يوجد 14 حبة عنب، أكلت دانا نصفها، فكم بقي؟ لدينا رسمة قطف عنب فيه 14 حبة، إذا قسمناها على مجموعتين، مجموعة أكلتها دانا والمجموعة الأخرى بقيت، ستبقى لدينا 7 حبات. التحدي الثالث: أرسم صورة تساعدني على حل المسألة. توجد 16 فراشة على شجرة، فإذا طار نصفها إلى حوض من الزهور، فكم يبقى على الشجرة؟ لدينا فراغ لنرسم 16 فراشة ثم على شجرة، ثم يطير نصفها إلى حوض الزهور، سيتبقى لدينا على الشجرة الجواب 8 فراشات. انتهينا من قراءة الدرس الثالث.